سيف، سيف الحشان، خلصها سيف، خلصها سيف، يمر سيف، يمر سيف، سيف 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 الحشان، لاعب مميز سيف، يا سلام عليك يا سيف، يمر مرة ثانية، كيتا يلعب كل عرضية جميلة، الله، هذه جول، هذه جول، هي بالجول، هي بالجول، هي بالجول، يا الله، هي بالجول، هي بالجول، أحمد عجب يخلصها، يخلصها أحمد عجب، أحمد عجب يخلصها، الهدف الثالث للقادسية. ونعود نسمع مرة ثانية من خلال جماهير الأصفر، عجب يا عجب، يسجل هدف عجب أيضا لي، وحتى يحيي جماهير نادي القادسية من خلال هذا الهدف الجميل. لكن هدف صنعه هذا اللاعب، هذا النجم سيف الحشان، اللي مر من مكان صعب، ويمر ويلعبها ويهيئها لضاري سعيد، لعبة قوية ضاري، ارتدد لي المجمد، حاول يحطها بالجول، خلصها الدفاع، يتابعها عجب ويحطها من زاوية صعبة، الهدف الثالث للقادسية، ويؤكد كلام القادسية بالصعود إلى الدور نصف النهائي، وبالتالي في انتظار من يكمل عقد الدور نصف النهائي، الكويت أم الجاهرة، هي صعبة على الكويت ولكن ليست مستحيلة.